السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to e-عالم. Nice to meet you sister. This is your planned course. Inshallah we'll speak about Arabic language and go to next unit inshallah. Let's go. الحوار الأول. الحوار الأول من الوحدة، الوحدة الثانية، الوحدة من يونت، الثانية من سكند، سكند يونت، الأسرة، الأسرة، الأسرة من تعني فاميلي. الحوار الأول، انظر واستمع وأعد. علي، السلام عليكم. عمار، وعليكم السلام. علي، هذه صورة أسرتي. عمار، ما شاء الله. من هذا؟ علي، هذا والدي عدنان وهو مهندس. عمار، ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. عمار، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.